بمناسبة الذكرى السنوية لسنة الرحمة الإلهية، أحيا المرنم نادر خوري القادم من لبنان أمسية صلاة وتراتيلة في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي بمرافقة العازف فادي أبي هاشم. إلى المزيد. استقبل سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وفداً كنسياً قادماً من لبنان لإقامة أمسية ترانيم روحية وتقديم شهادة حياة واختبارات مع القديس شربل في دار مطرانية اللاتيني في عمان، بحضور وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب والأب علاء مشربش راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي. يا سيد العطايا، حيث قدم فيها المرنم نادر خوري أمسية صلاة وتراتيلة بمرافقة العازف فادي أبي هاشم، إضافة إلى تقديم باقات منوعة من التراتيل الروحية المفعمة بألحان إيمانية نالت إعجاب الحاضرين. شهد الأمسية الأب علاء مشربش راعي الكنيسة وسيدات القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان والسيدة بدور مسيح وحشد من المهتمين وأبناء الرعية. تلي والوادي أهلي وبلادي كلتنا من صلينا يا شربل انت منا، بعك فروع عنا يا أرض مقدسي يا جبال ودايا صوب المحبسي، طاع وفقر الله طهر وحب تجلى، طاع وفقر الله طهر وحب تجلى، للفادي شو صلى شربل وتمنى. اوضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة. من ثم رفعت الذبيحة الإلهية بمناسبة أحد الرحمة، ترأسها الأب مشربش بمعاونة الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة. وفي عظة القداس تحدث الأب مشربش عن خصال وحياة القديس العجائبي شرب المخلوف وعلامات حضور الله في حياتنا، خاصة في الزمن الفصحي زمن قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، كما أحيت جوقة قلب يسوع الأقدس الترنيمة خلال القداس. الله هو مصدر كل نعمة، الله مصدر الرحمة، ولكن بحاجة نكون مؤمنين، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا، بحاجة أن نكون مش كتوم الشكاك، بحاجة أن نؤمن أن الله لا يتركنا يتامى بل يأتي لنجد ضعفنا. وفي نهاية القداس قدمت السيدة نهاد الشامي شهادتها مع القديس شربل وأعجوبة شفائها قبل 25 عاما. صرت صلي أنا متعبدة للعذراء والقلب يسوع، قلت له يا عذراء أنت اصطفلي، ما لحقت نمت شعت الأودة بالنور، طلعت لقيت رهبين اتنين فيتين ورا بعضه، مرمرون ما عرفته، بس مر شربل درجيلي لعندي على التخت بتولي قميصي إلى أبي بتغيط صبيعه وبيدسلي هالعروق الكبار. طلعت أنا مستنجي للعذراء، طلعت بالعذراء حد مني، تلا دخيلك يا عذراء أنت تشفعي فيي، كيف بني عملوا لي عملية بلا بنج، شفت إلا العذراء شخص العذراء كوكب نور صار بينيته بين الرهبين. حكيت مع مرمرون، برمت حكيت مع مرشربل، بس حكيت مع مرشربل حسيت أنا إيد مادت ولاش بالوجع، رجعت بالعملية. بعد ما عملوا العملية حاطت إيدي على صدره مرشربل، ما قدرش يفلو وجهه من النور. لمن قعدني بالتخت ضليت قاعده، لا حسيت بوجع ولا شيء أبدا، قعدني مرمرون. قمت وصرت أمشي أنا بالبيت أتمشى، قط الصفرة بالدار أبرم، بديش واعي وليدي من غير شهر الشباب. فت على الحميم لقيت حيلي مش طبيعية، هالدمعة قميصي والقطب مزروع فيه خيطان، عندي كان 7 خيطان
هالمايلي أربعة والمايلي تلات خيطهم من الشعر ده أنا السليم عايز. بس دم اللي بينزل من رقبتي ما قالوا فيها. بس الخيطان خيطان عملية من الشعر ده أنه فحص. وجيت أنا على روما لعند البابا طلبني يعملوا لهم فحص جان بول حبيب قلبي. يعملوا لهم فحص طلعوا خيطان عملية بس من شعر دقنه. وهيك صار معنا وابنا مشينا والحمد لله بعدنا مشينا. بيرحب لما اجتني الدعوة تأجي على الأردن. صرت حكي الصورة قال له آشي مرشار بروح على الأردن ولا أعطيني عليهم يتروح على الأردن. تاني يوم قمت لقيت مجروحة وأنا بنجرح لأنه 22 تنجرح إنه عطاني عليهم السلم على اسمه. وفي ختام الصلاة وزعت الهدايا التذكارية للوفد كعربون شكر وامتنان على تلبية الدعوة لكنيستهم في الأردن. نهاد على حضورك وعلى تشجيعك لإلنا جزء من هاي الرعية. أيضا الرب يسوع بقلبه الأقدس يحميك. ليبارككم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس.